باب ألمانيا المفتوح أمام اللاجئين على وشك أن يغلق. فبعد عدة هجمات نفذها لاجئون وتبناها داعش، بدأت الأصوات المطالبة بترحيل اللاجئين في ألمانيا تتعالى. مطالب دعمها بشكل خاص هجوم بلدة أنسباخ بمقاطعة بافاريا الذي نفذه طالب لجوء سوري رفضت أوراقه مرتين. مسؤولون ألمان معارضون لسياسة الباب المفتوح التي تتبناها المستشارة أنجيلا ميركل طالبوا بإعادة النظر في قواعد استقبال اللاجئين وترحيل عدد منهم بغض النظر عن الصراعات الدائرة في بلدانهم الأصلية. ترحيل اللاجئين إلى مناطق الحرب يجب أن لا يكون من المحرمات، فهناك كثير من الخبراء يعتقدون أن هناك مناطق في أفغانستان على سبيل المثال لا يمكن العيش بها، لكن هناك أيضا مناطق أخرى يمكن العيش بها بشكل معقول. ورغم أن هناك عشرات الهجمات التي تعرضت لها أوروبا لم يقف وراءها لاجئون، إلا أن معارضي سياسة ميركل وجدوا فرصة ليطالبوا بالترحيل. يذكر أن هناك قرابة 200 ألف شخص تم رفض طلبات لجوئهم في ألمانيا، ولا تتوفر لدى الحكومة قدرات لترحيلهم. صيف ساخن تواجهه المستشارة الألمانية ميركل بعد موجة هجمات ضربت البلاد في أقل من أسبوع، ليس هي فقط بل جارتها فرنسا. فقد قدمت المعارضة اقتراحا تطالب فيه الحكومة بإقامة معسكرات أشبه بغوانتانامو لحجز المشتبه بهم. رفاها السعد، العربية.